أستاذ مهند، هل يمكن قراءة بدقة للرسائل الإيرانية أو للرسالة الإيرانية الأخيرة التي قصفت أقليم كردستان في ظل أوضاع أمنية وسياسية معقدة في المنطقة، ثم عقبتها ضربة في باكستان؟ ماذا كانت تريد إيران من هذا؟ هي تتعلل بأمنها القومي، لكن هل هنالك رسائل ضمنية؟ عيني أستاذ نجم، يعني اللي ينظر للسياسة الإيرانية يفهم كل ما يجري، كل العمليات العسكرية جزء من العمليات السياسية، جزء من إشهار النفوذ، جزء من قطع الثمار. 20 عام تستثمر طهران في غرب آسيا في الدول العربية، وأصبح لها أنظمة سياسية موالية، أصبح لها قوة موالية، وبالتالي تحاول أن تعلن أنها تمتلك القوة والنفوذ في المنطقة، لا سيما أنها أجادت في تهدئة دول الخليج واستطاعت أن ترسم معهم علاقات دافئة. ولكن أنت تعلم المشكلة ليس هنا، المشكلة هي ما يسمى محور المقاومة، ما أطلق من عمليات طوفان الأقصى. ودعني أوضح لك أن أوكرانيا دعنا نشبهها ببدء الحرب العالمية الثالثة، وطوفان الأقصى هو بدء الحرب الإقليمية في غرب آسيا. وبالتالي هذا يعني احنا نسميها في العلم العسكري المهارشة الاستراتيجية لطهران إذا كانت في سوريا وإذا كانت في العراق وإذا كانت مع باكستان، هي إشهار يعني القوة من جانب، وبنفس الوقت تحاول يعني إيران بهذا الكلام أن تري الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي ربما وما موجود من قطاعات. أنت تعلم اليوم غرب آسيا مدخن بالقطاعات العسكرية الأمريكية البحرية، القوات في حالة تأهب في كافة القواعد، وهناك أمور مطروحة على طاولة الرئيس بايدن، أن استخدام القوة العسكرية بدءاً من اليمن أم بدءاً من إيران أم بدءاً من العراق. الخيارات كثيرة المطروحة على الطاولة، ولكن أنت تعلم أيضاً أنه إيران أيضاً تعاني من مشاكل داخلية صعبة، ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق بأمور سياسية. وبالتالي عندما نرى نسق الفعل الملموس السياسي، أي نموذج سياسي إيراني. نعم، البعض قالها وفكر بها، ولا أدري إلى أي مدى أنت تتفق أو لا تتفق في إطار التحليل السياسي. هنالك من يرى أن هنالك تخادما إيرانيا أمريكيا تحت الطاولة فوق الطاولة ضمن هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها في إدارة ملف المنطقة. شو تقول أنت؟ نعم، أنا أتفق في هذا الموضوع، أنه هناك تفاهمات، هناك ربما هذه التفاهمات تطرح ما نراه تخادما، ولكن هناك سياستين في الولايات المتحدة الأمريكية. السياسة الأولى هي تدفع الحزب الديمقراطي، وحزب الديمقراطي بإدارة أوباما حتى الآن يعني هو اللاعب المؤثر، ويجدون في إيران أنها الحصان الأسود الذي يراهن عليه في المنطقة، وذلك لا يستخدمون كل عناصر القوة والضغط على إيران. وبالتالي إيران تقرأ هي الأخرى، تمتلك قادة، تمتلك سياسيين وقارئين جيدين على مستوى البعد الاستراتيجي، وتحاول تقطف ثمار أكثر وتحصل يعني مكاسب سياسية أكثر. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة إحنا في الوسط، العراق المنطقة في الوسط، ودائما ما هذا التزاحم يجسد يعني عبارة أوباما أو الحزب الديمقراطي عندما يفكر باستراتيجية الاقتراب الغير مباشر، يعني دع الفخار يكسر بعض، أخذ تنشغل المشاكل وفوضى وعسكرة والمنطقة وتنظيمات مسلحة على إرهاب على جريمة منظمة، دعهم يشغلوا في بعض. وهذا يعني أوجد ما نحن عليه من مشاكل، وبالذات أصبحت هذه المشاكل تؤثر على نفسها الولايات المتحدة الأمريكية صانعة هذا النموذج. يعني أنت لو تكون تمتلك القوة ولا يوجد أمامك رادع، ما الذي ستفعله؟ دون أدنى شك ستحاول أن توظف كل أدوات القوة المتيسرة لك حتى تحصل مكاسب سياسية، وهذا هو الذي يجري في الوقت الحالي.